يقول: فضيلة الشيخ، توفي والدي ووالدتي وأنا صغير، ولا أعرف هل أديا فريضة الحج أم لا، مع أن حالتهما كما ذكر لي كانت فقيرة جدا، فماذا أعمل؟ بارك الله فيكم. أفيدك بأن والديك ليس عليهما حج في هذا الحال، وليس في دينهما نقص، ليس في دينهما نقص يلامان عليه، وذلك أن الحج لا يجب إلا على المستطيع، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلا تقلق ولا تهتم ولا تغتم من أجل عدم حجهما ما داما فقيرين، لكن إن أردت أن تحج وتعتمر عنهما فتبدأ أولا بالأم ثم ثانيا بالأب بعد أن تكون أديت الفريضة عن نفسك، فهذا حسن. نعم. بارك الله فيكم. ما حكم أداء السنة الراتبة أو تحية المسجد جالسا؟ جميع النوافل ومنها السنة الراتبة وتحية المسجد تجوز قاعدا وقائما، لأن القيام ركن في الفريضة فقط، ولكن إذا كان قاعدا لغير عذر فإن أجره نصف أجر صلاة القائم، وإن كان لعذر وكان من عادته أن يصلي النفل قائما فإنه يكتب له ما كان يعمل في حال الصحة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما.